هذا القرآن العظيم الذي هو معين لا ينضب للخيرات والبركات والأنوار للذين صدقت نياتهم وصفت سرائرهم وخلصت مقاصدهم لله الواحد القهار، أولئك هم الذين تنفتح لهم أبواب الكتاب وتنفتح لهم بصائره التي تبصرهم حقائق الإيمان، يرونها رأي عين القلب كما يرون أبناءهم والأشياء المحيطة بهم. المؤمن حينما يقبل على كتاب الله جل وعلا يقرأ فيه نفسه ويقرأ فيه حياته ويقرأ فيه زمانه أيضا، بل يقرأ فيه كل شيء يحدث مما يراه أو يسمعه، سواء مما هو واقع أو مما هو متوقع أو مما وقع في الزمن الماضي، لأن كلام الله جل وعلا قد أحاط بكل الأزمنة كما أحاط بكل الأمكنة. ولهذا نقف اليوم بهذا الخصوص وبهذا المنهج الشامل الكلي الذي هو منهج القرآن نفسه، نقف على ما وصلنا إليه من الآيات متدبرين قول الله جل وعلا: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من سلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية العلامة التي حكم الله بها على أهل الكتاب بكل أصنافهم من اليهود والنصارى في علاقتهم بالمسلمين العلاقة الأبدية، لأن أهل الكتاب إذ لم يؤمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا وحبيبنا سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، إذ لم يؤمنوا به فمعنى ذلك أنهم ألغوا دين الإسلام من الدين، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا الكلام قديما كان المفسرون يقولون إن هذا القول هو على سبيل الإجمال، لكن يراد به التفصيل، يعني أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وأن النصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، بينما العبارة حقيقة فيها إجمال واقع هذا الزمان يشهد بأن المعنيين معا مقصود، يعني المعنى الإجمالي والمعنى التفصيلي. صحيح أنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وأنهم فرق بعضهم يكفر بعضا، حتى بين النصارى فيما بين أنفسهم، وبين اليهود فيما بين أنفسهم، وبين النصارى من جهة واليهود من جهة أخرى، لكن معروف أن هناك طائفة قد مزجت بين النصرانية واليهودية، وهؤلاء يعتبرون بأن اليهودية والنصرانية معا دين واحد متكاملان، ويصدق عليهم هذا القول الرباني الحكيم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا الكلام نسمعه الآن في وسائل الإعلام، يعني من يرى تداخل بين النصرانية واليهودية. ثم بعدما جاء هذا التعقيب الإلهي العظيم: بلى من سلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جاء الوصف لحال الفرقة والافتراق فيما بينهم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله جل وعلا حكى كل الصور الواقعة والمتوقعة في علاقة هؤلاء جميعا فيما بينهم وبين أنفسهم من جهة، وفيما بينهم كطرف جميعا بشتى أصنافهم وبين الإسلام والمسلمين من جهة أخرى. إلا أن الوقفة الآن مع القول الأول، وهو قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، يعني حقيقة، يعني هذه الحكمة الربانية العظيمة في التعبير عن الواقع والمستقبل مما لم يكن زمان رسول الله، مما لم يكن زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشكل الذي هو عليه اليوم، أي بهذا الوضوح، وضوح عجيب جدا. حينما تقول يعني هذا الدين لن يدخل الجنة، الدين الفلاني لن يدخل الجنة، معناه بشكل واضح أنك تحكم عليه بالبطلان، يعني أنه باطل، كل الحقائق فيه بطلان أباطيل، وأن ما عليه هو الحق وهو الحقيقة،
وقالوا لي يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، بمعنى أن المسلمين على باطل وأن دينهم باطل وأنهم على الباطل، لأن هذا الدين ما دام لا يوصل إلى الجنة فإذن ما قيمته؟ هذا هو قلب المفاهيم، وهو الذي يمارس الآن عندهم على الإسلام والمسلمين. حينما الحقائق تقلب يصبح الحق باطلا في تخيير الثقافي الإعلامي الذي يمارسونه لتشويش ولتدمير معنويات المسلمين في كل مكان، ولزعزعة ثقتهم بدينهم وبهذا القرآن العظيم. فالحقائق الإيمانية القرآنية تصبح في هذا التصوير الكاذب تصبح أباطيل، وتصبح خيالاتهم التي يتخيلونها حول دينهم حقائق. إذن المسلم يكون على الباطل وغير المسلم من اليهود والنصارى يكون على الحق، هذا هو التصوير الذي يريدونه. معناه إذن أن الذي على الباطل هو على شر، لأن الباطل شر ومنكر، وسمي الشر منكرا، الأصل هو الشر وسمي منكرا، قلنا لأن الناس ينكرونه ولا يعرفونه لندرته بين الصالحين، بينما الخير يسمى معروفا ويسمى حقا، فهم إذن محور الخير وهم أهل الحق، وما دونهم باطل وما دونهم أهل الشر. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، حقيقة يعني تحالف بين الصهيونية اليهودية المتطرفة وبين ما يسمونه بالإنجيلية أيضا المتطرفة، يعني حفنة من أهل الشر يتحكمون الآن ظاهرا، أقول ظاهرا، وإلا فالله جل وعلا المتحكم في الكون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، يتحكمون قلت في مصير الأرض ظاهرا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله جل وعلا تلك أمانيهم، يعني رد جاء من عمق الغيب، من عمق الغيب، لأنهم يدركون، هم على يقين بأنهم على باطل. لماذا؟ لأنهم أصلا ليسوا على دين، لأن هذا النوع بين قوسين من الإيديولوجيات الدينية عند اليهود والنصارى ليست دينا، لا يتخذونها دينا حقيقة يعبدون الله به أبدا، ليسوا أهل دين. ولذلك قال تلك أمانيهم، يتمنون ذلك لو كان حقا لو حصل، فالله عز وجل أجابهم بما في سرائرهم. شيء غريب، يعني القرآن سبحان الله عنده عمق عظيم جدا في زلزلة منطق الكفار، يعني كان ممكن يرد على سبيل المنطق البشري اللي يبان لنا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يقول لا ليس حقيقة أو شيء من هذا القبيل، لا، قال تلك أمانيهم، شيء يعني يتفوهون بها، وقالوا هالكلام، وقالوا لن يدخل الجنة، هذا الذي نسمعه نحن، ولكن ماذا بداخلهم؟ أماني، ليسوا على يقين مما يقولون، يتمنون. وما الأماني؟ فرقون في العربية بين الرجاء والتمني. الرجاء هو طلب حصول الشيء المتوقع حصوله الممكن، أما التمني فهو طلب حصول الشيء الذي لا طاقة لك بإحداثه وليس لك سلطة عليه، كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما ولن يعود فأخبره بما فعل المشيب. هذا كيجيبوه النيت في النحو دال على التمني وفي البلاغة، هذا هو التمني، ألا ليت الشباب يعود يوما، تمني. تلك أمانيهم، يعني يطلبون حصول شيء لن يحصل إطلاقا، وهم على شك مريب من قولهم. إذن المقاصد ديالهم ليست دينية، المقاصد الدنيوية، دنيوية محضة، هي السلطنة والسيطرة على منابع الخيرات الدنيوية في الأرض. أما الدين فبالنسبة إليهم يعني لا قيمة له إلا على أنه واجهة للتأثير وأداة سحرية، كعمل الساحر الذي يقلب الحقائق ويشتغل بالأباطيل للتأثير على الشعوب، شعوبهم وشعوبنا مع الأسف بالكذب والبهتان، كعمل الساحر تماما، سحروا أعين الناس واسترهبوهم قلب الحقائق، حتى إن الإنسان يعني يصل إلى درجة من الانشداه والانبهار بحقائقهم الباطلة، إلى درجة أنه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى لها الدرجة، يجعلك تولي تراجع صورك تقول واه عندي يكون هذا الشيء ماشي هو هذا، خطير حقيقة. أن الإعلام هذه الوظيفة دياله، خاصة لما يكون إعلام عنده عمق ثقافي ماشي غير تجاري، ثقافي يدمر البنية الثقافية التي عليها المسلم. شوف إصرار أهل الباطل على باطلهم،
كيشوف المنكر راه منكر، يعني الجملة الأولى يعني لما يقلب لك الحقيقة يقول لك لا هذاك معروف، قد يثير فيك السخرية والضحك لما يقول لك لا لا هذاك راه معروف، هذاك شيء حقيقي. يعني يقول لك اليهود عندهم الحق في فلسطين، يعني هذا يجيك انت في الاول السخريه تقول هذا كيخربق، ولكن يعاود يقولها بجديه وبقوه ويعاودها ويعاودها حتى يولي يشكك انت في راسك. هذا السحر المعاصر كما سميناه قبل في حلقه سابقه، سحر خطير جدا. وهم يعلمون انهم على باطل، اليقين التام انهم على باطل، يعني ماشي عندنا احنا، لا هذا مفروغ منه، عندهم هم يعلمون انهم مستعمرون غزاة ظالمون قاتله، ما عندهم شك في هذا الشيء، هذا ما عندهم شك، ولكن هذيك هي الفلسفه ديال الحياه ديالهم، هكذا كيفهموا الدنيا، ما تقلعلهاش من مخو، هكذا يفهموا الحياه، هذيك هي الحياة بني مغالبة، واللي غلب شي واحد يأكله، هذا المنطق الذي عليه، هذه فلسفتهم كما يعبرون اليوم، براغماتية ديالهم هي هذه، هذا المنطق ديالهم، وبالنسبة لهم منطق طبيعي خصو يكذب ويقلب الحقائق باش يأكل بهذيك الطريقة، لأن هذيك هي الثقافة التي نشأ فيها. والغرب المعاصر، الغرب المعاصر يعني الغرب المعاصر الآن يعني نبت من الحرام، يعني الرفاهية الموجودة في أوروبا وأمريكا يعني كلها نبتت من الغزو والسطو والغصب للشعوب المستضعفة لا أقل ولا أكثر، من القرن الثامن عشر الميلادي والتاسع عشر والعشرين، ونحن الآن في مطارع القرن الواحد والعشرين بالعد الميلادي، صعيب تبدل لهم الثقافة اللي عندهم مخهم، قرون هذه مشي عام وعامين وعشر سنوات، قرون عاشوا بها وتربوا عليها وكبروا فيها. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أهلوا تلك الثقافة يدركون ضعف ثقافتهم وهزال منطقهم الديني، منطق ديني هش ضعيف هزيل هالك لا يكاد يقوم، ومع ذلك يتشبثون به لأنه الوسيلة لعيشهم، الوسيلة لغصبهم للشعوب الأخرى، ما عندهمش وسيلة أخرى، ما عندهمش نهائيا وسيلة أخرى للإقناع، فلسفات كلها ضعيفة أمام ذلك المنطق السحري الكاذب الخطير. ولكن قلت في باطنهم يعلمون أنه لا حقيقة له بل هو باطل من الأباطيل، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، تحدي قرآني عجيب جدا، كيف يكون هذا الدين الذي هو الدين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام لا يقود إلى الجنة، كيف تكون الخرافة هي التي تقود إلى الجنة، كيف يكون الظلم والموازين الظالمة هي التي تقود إلى الجنة، أبدا، يعني بمنطق العقل وبمنطق الأرض وبمنطق السماء وبمنطق الطبيعة، وما الطبيعة إلا آيات من آيات الله، الميزان الذي يقوم به شأن السماوات والأرض، السماوات والأرض والكواكب والنجوم والمجرات كل شيء قيم على ميزان هو العدل الإلهي في الكون، موازين، كيف يمكن أن تكون هذه الموازين باطلة؟ يعني لما تقول الإسلام يعني قانون الجاذبية، يعني حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس، يعني حركة الفلك، هذا الإسلام، الإسلام هو الخضوع الكوني لله الواحد القهار، هذا هو الإسلام، الإسلام هو دين الكون، مش غير دين بنادم، دين الكون، والإنسان فيه إمام كالإمام الذي يؤم الناس بالصلوات، فكيف يكون هذا المنطق الكوني باطلا؟ كيف تريد أن تقنعني بأن الشمس إذا أشرقت تبث الظلام؟ يعني هذا الأحمق، هذا منطقهم، يريدون أن يثبتوا أن الشمس إذا أشرقت تبث الظلام وتنشر الظلام في الكون، فمنطق متهافت كاذب لا يمكن لصاحب البصيرة أن ينخدع به، لأن المؤمن لا ينخدع بسحر السحرة بل يكشف الله له الباطل حينا. وهذا القرآن له وظائف من أعلاها الهداية، بل هي أعلى هذه الوظائف الهداية، وما الهداية إلا تبيان، تبيان الحق حقا وتبيان الباطل باطلا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فقال الحق بلى ردا علينا، أي بل لا، لا لمنطقهم، ولكن من بعد ما انكشف سرائرهم، عجبي لك انت بعد ان كشف سرائرهم وقال تلك امانيهم، اغي توهموا، هم يعلمون انهم يتوهمون. عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه يحكى انه حينما لقي مسيلمه الكذاب رد عليه بمنطق نفسي، فقال له اقرا علي من قرانك الذي تزعم، فقرا عليه بعض الخزعبلات مسيلمه الكذاب، فقال له عمرو رضي الله عنه وقد كان يعني ذكيا من أذكياء العرب ومن دهات العرب، والله إني أعلم أنك تعلم أني أعلم أنك تعلم أنك كاذب،
يعني معادلة مركبة معقدة ليصف له أنه يعني على علم بعلم معاوية كذبة. قال له ما نحتاجش زعما نقول لك راك كذاب، لا انت عارف، انت عارف، وكيحلف له بالله والله اني اعلم، عالم بانك انت راك عارف بانني انا عارف بانك انت عارف بانك كتكذب، يعني قطع عليه الطريق في نهايه المطاف. انما الله عز وجل سبحانه لا يقارن كلامه بكلام عبيده او عباده، تكلم بعباره واحده قال تلك امانيه، يعني راه ما متحققينش من داكشي اللي عندهم، وانما كيتمنوا لو كان هؤلاء المسلمون على الباطل، لو وراه باقيين في لو وسيبقون في لو هذه الى يوم القيامه، ليسوا على شيء. فقال الحق بلى، من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والتعبير دائما كما ذكرنا مرارا وتكرارا ما كاينش كلمة في القرآن اللي محطوطة بشكل يعني يمكن أن ينوب عنها غيرها، لا الفعل ينوب عن المصدر أبدا، ولا المصدر ينوب عن الفعل أبدا، ولا الجملة الإسمية تنوب عن الجملة الفعلية، ولا العكس أيضا صحيح إطلاقا لا شيء. لما يعبر الرحمن بكلمة فمعناه أنه يقصدها بذاتها. ماذا كان يقصد بهذه؟ قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان ممكن يكون تعبير بلى المسلمون، لا قال من أسلم، قال وجهه حال تعبير الآخر ديال سيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يعني المقصود بالإسلام هنا يعني المعنى الوظيفي للدين، ماشي لإسم العالم. إن الدين عند الله الإسلام، نعم هذاك راه بالتابع مقصود 100%، ولكن قال من أسلم ما قالش المسلمون ولا الإسلام ولا من كان مسلما، بحال الآخرين من كان هودا أو نصارى يقول بلى من كان مسلما، لا من أسلم الفعل. وقال وجهه لأن الوجه ديال الإنسان هو أعز ما في الذات البشرية، تقول له يعني حمر لي وجهي فين ندير وجهي، دائما الوجه هو اللي كيعبر عن القيمة الذمية، يعني كتقول على مدمتي، يعني القيمة الذمية للإنسان هو الوجه ديالو. ومعروف هذا التعبير العامي اللي كنقولوه عربي فصيح من قديم، من زمان كاينه واحد الشركة في الفقه كيسموها شركة الوجوه، يعني وجه الإنسان له هذه القيمة. بلى من أسلم وجهه، علاش؟ لأن ذاك اللي عزيز ديما هزوا السماء كتهبطوا وتخضع به لله الواحد القاهر. حركة الركوع والسجود إنما نمارس بها إخضاع الوجه وإسلام الوجه لله رب العالمين، لأن حركة كتعبر على خضوع القلب، على خضوع القلب لله. وهذا التعبير هو دال على أن المؤمن إنما هو من خضع لرب الكون، يعني اللي هو عنده دين 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 كيعبد الله حقيقة. وهذا تعبير عظيم جدا كيخلي الإنسان المؤمن كيعرف سبب النصر وسبب الهزيمة ديال الأمة. أولا حكم على أولئك الذين يزعمون ما يزعمون بأنهم لم يسلموا أوجههم لله رب العالمين، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني أولئك اليهود والنصارى ما أسلموا وجوههم لله رب العالمين، يعني نفرضوه راه نصراني ونفرضوه يهودي، وعنده هذه المقولة، مقولة الإيديولوجيا المدمرة التي تلغي الشعوب الأخرى، هذا يعني ما راهش كيعبد الله، ما عندوش الدين، ماشي دين، هذيك ايديولوجيا استعماريه. اما الذي على دين حقيقه يعني كيعبد الله حقيقه فهو يبحث عن الله ويقصد التعرف الى الله. وهذه الحقيقه ذكرناها مرارا في كتاب الله وفي سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، اذا صدقت من شخص كما بغى يكون بوذي يهودي نصراني مجوسي كما بغى يكون، اذا تحقق فعلا ان قلبه قد خاضع لله رب العالمين وخاع الغلط، الله تعالى يهديه الى الحق، ما يموت باذن الله حتى يوصل. وهذا التاريخ القديم والمعاصر الحي الذي نعيشه، كل من قصد الله حقا تجرد لطلب الحق يصل، لان ربي تعالى مطلع له على قلبه، يعني ما يمكنش عنده يخطر ببالك، لا ينبغي، هذا راه سوء ادب مع الله انه يخطر ببالك راه كاين مسكين واحد النصراني باغي الحق وما لقاش ومات كافر، لا يكون لا يكون، لان واحد في اثنين ما عندناش الثالث، واش الله مطلع على قلبه ولا لا؟
لا يمكن إلا أن يطلع على قلبه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ واش كتصوروا بأن ربي راه سبحانه كيشوف واحد العبد راه كيقلب عليه ومخليه محن ما يوصلوش؟ هذا جهل بالله. اللي كيفهم هذه الحقيقة وتصور هذا ممكن يكون جهل بالله، كيعرفش الله. إذن كل من صدق الله في الطلب اللي طلب الله حقيقة، واخا يكون عمره ما سمع الإسلام ولا لحظة واحدة ولا جعل ودنه الاسم ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن صادق في طلب الحق، ما عندوش أهواء، صادق في طلب الحق، والله إنه يصل. لأنه ذاك اللي كيقلب عليه راه مطلع عليه، كيقود له قلبه تيجيبه لعنده. المشكلة في صدق الطلب، واش انت باغي الله حقيقة ولا لا؟ فلو تحقق الشرط أي طلب الله حقا فإنك تصل. والقرآن شاهد بهذا بشكل قاطع، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هذا خطاب لسيدنا محمد كيوجه للكفار، جادلوه محنوه. طيب قطعوا هذا الجدال، تمنوا غير واحد الحاجة في قلوب ديالكم، صدقوا الله فيها أنكم بغيتوا توصلوا لله، أن تقوموا لله مثنى، أن تقوموا لله، تجردوا على الأهواء وعلى الألقاب، وبغي تكون زعيم قبيلة وبغي إيه، وإذن ما بغيش الله تعالى، ثم تبقى في الكفر ديالك. لكن حينما تريد الله حقا وتخلص في الطلب، والله إنك تصل بإذن الله. لأن ربي من أسماء الحسنى العدل الحكم. إذا لم يكن العدل في الله ففي أي شيء تريد أن تراه؟ أبدا. هو سبحانه اللي كي ينزل هذا النور ديال العدل على العادلين من عباده، وهو الذي يحكم بين عباده. وما أنا بظلام للعبيد، وهذه العبارة ديال العبيد داخلين فيها الكفار اليهود النصارى كل شيء. لو ما تخيلش بالك بأنه ممكن شي واحد دخل النار غلط. سبحان الله، مش هذا الشيء يغيب على رب العالمين؟ لا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء الذين يقولون ما يقولون من هذه المقالات ليسوا متدينين، ما عندهم غرض بالدين، يعني بلغة أخرى ما عندهم غرض بالدين، وإنما اللي كيوصل ويدخل للجنة، اللي يدخل للجنة اللي باغي الله، هذا المعنى، اللي باغي الله راك توصل للجنة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. هذا ربي كيقول لك ما نضيعوش، وكيتحداهم إيوا يديروها هؤلاء اليهود والنصارى، يديروها، فلتسلم قلوبهم وليسلموا وجوههم لله، وشوفوا شو ما يوصلوا بإذن الله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. غادي ربي تعالى لما تصفو قلوبهم لطلب الحق لمعرفة الله سيهديهم مراشدهم، ويوصلوا في نهاية المطاف للدين الحق، ويشرح صدورهم للإسلام. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله، ملي كتشوف ديك المحاورات الوثائقية كتكون مسجلة في التلفزيون أو في بعض الأشرطة بين نصارى ومسلمين في مجادلات، كتبدا تشوف الكذب والخداع في أعينهم وعدم الصدق، ما طالبش الحقيقة، يعني بغي يقول لك أنا قوي عليك، بغي نبتلعك ناكلك صافي، هذا هو المنطق دياله. ويستعمل الدين والأكاذيب ويتهمك بالبطلان ويقلب عليك الحقائق حتى يشككك في راسك. كل ذلك إنما هو نية في التحكم في موارد الخيرات في الأرض لا أقل ولا أكثر، واستعباد الشعوب ظلما وعدوانا. بلى من سلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك هذا التعبير تحدي لنا حتى احنا المسلمين، يعني ما كيبقاش كونك مسلم إذا ناجوت، لأنه كيجي الوهم بمفهوم، بما يسمى بمفهوم المخالفة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإذا بما أن الله عز وجل رد عليهم أي أبطال دين اليهود وأبطال دين النصارى، كيقول إنساني والحمد لله أنا مسلم، إذن هادوك قالوا ما يدخلوا إلا الجنة إلا هم، والله أبطال دينهم، إذن المسلمون يدخلون الجنة. ربي تعالى ما أعطاكش هذا الجواب، جواب حكيم وجواب فيه تكليف، فيه الخدمة، أعطانا الخدمة، مش أعطانا يعني الضمان، لا أعطانا الخدمة. فقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وجاءت جملة اسمية في سياق الجملة الفعلية باش تدل على الحركة الثابتة، لأنه كما يعبر مالي البلغة مالي النحو، الجملة الفعلية كتدل على التغيير، والجملة الاسمية دل على الثبات، فالفعل دل على الحركة. من أسلم وجهه لله قال وهو محسن، هذا الجملة الاسمية، فيعني هذا إسلامك، حركتك، الحركة ديال العبادة، حركة العبادة ينبغي أن تكون ثابتة على منهج الإحسان، الإتقان،
العمل الجاد والاشتغال بعبادة الله الواحد القهار. أهؤلاء بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمسلم الذي أعطي الضمان والأمان إنما هو من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي أسلم لله قلبه خضع واشتغل وهو محسن، واشتغل بمنطق ذلك الذي اعتقده وبمنطق ذلك الذي وقر في قلبه وهو الإيمان، كما قال الحسن البصري رحمه الله: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالجنة إذن بيننا وبينها مسافة وتحتاج إلى سير، ولهذا هذه الجملة هذه فيها الخدمة، فيها السير. من أسلم وجهه لله وهو محسن، خدام غادي. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، كما في الحديث الشريف طرف ديالو مهم جدا: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. اللي خاف من الله حقيقة أدلج. والإدلاج في العربية القديمة هو السفر بليل، كتسافر بالليل، يعني كتحزم الحقائب ديالك وتنطلق بالسفر ليلا، هذا مدلج، لأنه العبادة سير إلى الله، العمر ديالك تخدمه كله في طريق الله تعالى، سائر إلى الله. فالذي خاف من الله حقا وخاف مقام ربه يدلج، من خاف أدلج، لأن اللي مشى بالليل كيوصل بالصباح، اللي مشى بالليل كيوصل بالصباح، وعند الصبح يحمد الصورة كما قالوا. ومن أدلج بلغ المنزل التي هي الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فحقيقة يعني الله تعالى، وهذا هو العجيب في هذا القرآن الكريم، منطقه قوي، لا يحابي أحدا، يعني ربي ما كيديرش الوجهية، لا يحابي أحدا، كونوا مسلمين ولا ما تكونوش، يعني ما شاء الله. والله يا أخي تعبير ديال القرآن قوي، ينزل على القلب كالزلزال، يعني ماشي راك مسلم راك وصلت، لا، ماشي راه رد على اليهود والنصارى والكفر أجمعين وأبطال ما هم عليه من الباطل، إذا أنت أعطاك الدخول للجنة بالمجان، لا بالخدمة. لا يحابي أحدا، ما يديرش الوجهية سبحانه وتعالى. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجاء هذا المنطق بين المنطقين ديال اتحاد الكفار من اليهود والنصارى ضد الإسلام وحقائق الإسلام، وديال تفرقهم أيضا على الباطل الذي جاء بعده: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون. من هؤلاء الذين يعلمون؟ خلها مجملة من بينها: نحن كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هؤلاء الذين لا يعلمون منهم أقوام أقدمون، كذلك قال الذين من قبلهم. في الآية ستأتي بعده بحول الله عز وجل في الصورة نفسها من البقرة، ولكن هنا تعبير فيه إجمال باش تحس بأنه ماشي أنت مسلم إذن تقول هم على باطل، لن يدخل الجنة اليهود، لن يدخل الجنة النصارى، ليست اليهود على شيء، ليست النصارى على شيء، أنا على شيء. هذا أنا بها طرد إبليس من السماوات، أنا قال أنا خير منه. طيب إذن اهبط، فرجم بالشهب الثواقب من السماوات. ولذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يكره أن يسمع من طارق أنا، يدق عليه شي واحد الباب ما كيقول له شكون من الطارق، وإلا قال له أنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كيعجبوش الحال. واحد المرة شي واحد دق عليه الباب وقال من، قال له أنا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتح له وكيقول له أنا زعما هذا أنا شمع أنت. ولذلك من أدب ديال المغاربة كيقولوا قريب، لطيفة حقيقة يعني. فإذن ما ينبغي أن تزكي نفسك، ما ينبغي أن تزكي نفسك، بل ينبغي حينما تسمع هذا الخطاب أن تبادر إلى العمل. إذن تعرف بأن دين الإسلام إن شاء الله بل باليقين على الحق، دين الإسلام باليقين على الحق، لكن أنا خصني أخدم. هذا معنى الكلام، دين الإسلام هو الصراط المستقيم، لكن لما يتعلق الأمر بأنا ينبغي أن أنطلق إلى العمل. الجواب مشي بالكلام، بالخدمة. كذلك قال الذين لا يعلمون، لا يعلمون حقيقة الدين، لا يعلمون أمر الرحمن وشأن الرب العظيم. يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول البنت والفردة الكبير دياله: لا أغني عنك من الله شيئا، كل نفس بما كسبت رهينة. أنا وأنت كل واحد مرهون بالعمل دياله. ولهذا فعلا منطق القرآن منطق يجعل الإنسان يتواضع لله، يخضع
وهو تعبيره قبله بلا من أسلم وجهه لله، توضع لله عز وجل. ولو حصل قلت هذا المعنى عند أي شخص في الأرض بإذن الله يصل، لأن هذا هو القرب ديال النجاة، كان يهوديا أو نصرانيا أو مسلما، إلى مسلم ربي كيزكي له العمل دياله لأنه صادق في إسلامه، إلى يهودي أو نصراني أو مجوسي يهديه الله إلى الإسلام بما وقع في قلبه من صدق في خضوع القلب لله الواحد القهار. فاللهم اجعلنا من الصادقين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.